صباح الخير. يوم الغضب شغل المحركات السياسية. بري استقبل باسيل ودياب يستعد لزيارة عون. حزب الله يريد تسهيل عملية تشكيل هذه الحكومة. الحريري دعا الرئيس المكلف ومن أسموه إلى التأليف. سلامي اقترح ضريبة على الثروة وطلب من الصيارفة تحديد سعر الدولار بألفي ليرة. غارات إسرائيلية على قاعدة عسكرية في حمص. رئيس حزب الكتائب النائب سامي لجميل يستشرف المرحلة المقبلة والأزمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية مع نائب رئيس التحرير في جريدة النهار نبيل بومنصف والإعلامي مارسيل غانم في صار الوقت الخميس 9:45 مساء على شاشة الام تي في. صار الوقت ينقل البرنامج عبر صوت لبنان مباشرة وبالصوت والصورة عبر كتائب.org. اليوم الأول من أسبوع الغضب أوجع السلطة، فدارت المحركات على مستويات مختلفة. الأولى قادت الوزير جبران باسيل إلى عين التيني وأثمر لقاؤه بالرئيس نبيه بري تعديلا في برنامجه السياسي وإعطاء فرصة جديدة للرئيس المكلف بالتأليف. الثانية جمعت الرئيس المكلف بالخليلين لروتشة بعض الحقائب والأسماء. والثالثة قد تقود الرئيس المكلف إلى بعبدة لعرض تشكيلة حكومية جديدة وإعادة العلاقة إلى مستواها الطبيعي بعدما أصابها فيروس الطلاق بين الرجلين. أسبوع الغضب الذي بدأ أمس أنعش حالتين: قطع الطرقات الذي كاد أن يصبح من ماضي الثورة، وتأليف الحكومة الذي كاد أن يودي بالرئيس المكلف إلى أرشيف زملائه الثلاثة محمد الصفدي وبهيش طبارة وسمير الخطيب. وإذا كان اجتماع حسان دياب بالخليلين قد سوى الخلاف بينه وبين الثنائي الشيعي، إلا أن التوتر العالي مع بعبدة وميرنا الشلوحي يحتاج إلى أكثر من وسيط وأكثر من حفل استقبال، إلا إذا كان التلويح بإعادة سعد الحريري كان كفيلا بقبول الرئيس عون بالسيء بالنسبة له على الأسوأ ودائما بالنسبة له. الوساطة العالية جاءت من الرئيس نبيه بري الذي التقى بالوزير جبران باسيل على مدى ساعتين، وأسفر الاجتماع عن 3 نتائج. الأولى وقف إعلان باسيل عزوفه عن المشاركة في الحكومة، وهذا ما حصل خلال مؤتمره الصحفي الذي استقر ضمن الحدود السياسية العادية. الثانية صرف نظر العهد وباسيل عن استبدال حسان دياب بفؤاد مخزومي لفيتو من أمل وحزب الله، واعتبار الرئيس المكلف رجل المرحلة والتعامل معه على هذا الأساس، ووضع بعض الماء في نبيذه بحيث يشكل اتفاق الثنائي الشيعي مع التيار الوطني قوة ضغط تعيد بعض الاعتبار إلى التمثيل السياسي في الحكومة من دون التخلي عن رفع عدد الوزراء من 18 إلى 24، بما يسمح بتمثيل حليف الرئيس بري النائب السابق وليد جملاط، كما وزيادة تمثيل الأقليات أو الأرمن. الثالثة إعادة العمل بمحركات الرئيس بري بعدما عبر عن استيائه من أداء دياب وتشدده بعدم إعطائه موعدا كان قد طلبه، والموعد قد يتحدد في القريب العاجل لإبلاغ الرئيس المكلف رسالة موحدة من الاثنين زائد واحد، أي بري ونصر الله وباسيل، مفادها ألف ضمن الخطوط المرسومة. الرئيس بري لفت إلى أن ثمة نافذة أمل قد فتحت وتمنى أن تتحول بابا حسب ما نقل زواره. الرئيس المكلف المصر على حكومة اختصاصيين قد يقبل برفع عدد الوزراء إلى 24 من ضمن برنامج يقضي بإعطاء كل وزير حقيبة واحدة مع إلغاء وزارتي الإعلام والمهجرين. ونقل عن أوساط الرئيس المكلف أن تشكيلته الوزارية باتت شبه جاهزة ولا ينقصها سوى اسمين لإنجازها، وربما توجه بها إلى قصر بعبدة الخميس أو الجمعة إذا سارت الأمور طبيعياً. أمس كان اليوم الأول من أسبوع الغضب أوجع السلطة بشموليته وعفويته وتصميم الثورة على عدم التراجع عن مطلب بناء دولة تليق بالمواطن اللبناني. اليوم الثاني
من أسبوع الثورة، كيف هي أحوال الطرقات مع المعاون لقمان ناصر الدين من غرفة التحكم المروري؟ الطرقات ضمن العاصمة بيروت عم تكون سالكة أمام الجميع، ما عنا أي مشكلة للسير والحركة عم تكون طبيعية. الطرقات المقطوعة من المدخل الشمالي عنا ساحة النور، حلبة، العبد، البحصاص، البحرية، والبداية مقابل الجامع على المسلكين، جسر البالما، كفر حزير، وأوتوستراد التبانة تحت جسر المشاة. الطرقات المقطوعة من البقاع عنا رشية، المصنع، المرج، غزة، جيب جنين، كامد اللوز، مستديرة زحل جديدة، العالي، تعلبية، مستديرة المنارة، وسعد نايل وأب الياس، ومفرق شويد باتجاه علي وباتجاه الصياد، أوتوستراد صور، صيدا، بيروت، سالك على المسلكين، وأيضا طريق البحرية تم فتح الأوتوستراد الجية، وأيضا مثلث خلدي تم فتحه، ما عدا عندنا أي مشكلة للسير هوني. التحرك أمس استعاد لغة قطع الطرقات من عكار إلى الصيدة والبقاع السني مرورا بطرابلس وساحل جبيل وكسروان والمتن وفرن الشباك وعلي وصوفر وصولا إلى الرينج وساحة النجمي. وقصدت تظاهرة كبيرة منزل الرئيس المكلف وأمهلته حتى يوم غد للتأليف أو الاعتذار، وفي مطلق الأحوال التحرر من الأحزاب السياسية التي سمته. وكان لافتا الهدوء الذي شهدته مناطق الجنوب والبقاع، حيث القرار لأمل وحزب الله باستثناء تحرك أمام مصرف لبنان في البقاع. الثورة شوهتها ليلا الاشتباكات التي حصلت بين مجموعات من المتظاهرين والقوى الأمنية أمام مصرف لبنان في الحمرة، وتخللها رمي حجارة وإطلاق قنابل مسيلة للدموع وأعمال شغب استهدفت المحلات التجارية والمصارف. وأطلق المحتجون على مصرف لبنان نعت مركز السياسات المالية القاتلة، وطالبوا بإسقاط رياض سلامي. وأسفرت المواجهات عن إصابة نحو 20 شخصا من الطرفين بجروح، بحسب ما أعلن رئيس الصليب الأحمر جورج كتاني الذي كشف عن 30 حالة تم إسعافها على الأرض. ونفى حزب الله وحركة أمل أي علاقة لهما بأحداث شارع الحمرة. ننتقل مباشرة إلى طرابلس مع روعة الرفاعي للوقوف على التطورات الميدانية في المدينة. في اليوم الثاني من أسبوع الغضب قطع الثوار صباحا طريق البحصاص بالإطارات المشتعلة، كما وأبقوا على قطع جسر البالما. وفي عكار تم قطع ساحة حلبة بالسواتر الترابية، ساحة العبدة، البداوي، المنية، طريق مجلية، وكفر حزير، الكورة. هذا وعمل الثوار فجر اليوم على وضع مادة لاصقة داخل أقفال أبواب مهنية طرابلس الفنية في القبة وإغلاقها بالجنازير، مع رفع شعار مغلق بأمر من الطلاب. وبسبب الأجواء المتوترة أمنيا والتي ترافقت واليوم الأول من أسبوع الغضب، عممت المدارس عبر شبكات التواصل الاجتماعي إقفال أبوابها اليوم، فضلا عن طلاب الجامعة اللبنانية والذين أعلنوا الإضراب تضامنا مع زميل لهم تعرض للرصاص المطاطي من قبل الجيش يوم أمس عند نقطة البحصاص. من المتوقع أن تشهد مدينة طرابلس اليوم الكثير من التحركات التي لم يتم الإعلان عنها، إلا أن الثوار يؤكدون على أن التصعيد سيبقى سيد الموقف. من طرابلس، روع رفاعي، صوت لبنان. إلى الرينج مباشرة مع تراز الخوري. الثوار هنا في الرينج بعد إعادة فتح الرينج وإعادة فتح الطريق المؤدية إلى الصيف يجتمعون للقيام بخطوات تصعيدية. والجدير ذكره أن الثوار قاموا بتفاوض مع مديرة بنك عودة في الرينج بهدف إقفال المصرف في الرينج حفاظا على سلامة المواطنين، كما عمدوا إلى اجتماعات جانبية للقيام بخطوات تصعيدية وإعادة إقفال هذه الطريق بعدما أقدمت عناصر من الجيش اللبناني إلى فتح الطريق بالقوة. شو جايين تقولوا اليوم؟ جينا نقول إنه نضلنا مستمرين، وكل إنسان قاعد ببيته يتفضل يجي على جسر الرينج، والثورة مستمرة حتى حقق طلبنا. نحن قلنا 25 يوم عطيناهم مجال ومعش عطونا وقت أكتر من هيك يعني.
وفي هذا الإطار الجدير ذكره أن قوى الأمن الداخلي استقطبت عناصر جديدة من مكافحة الشغب إلى جسر الرنج، كما عززت قيادة الجيش من وجودها في المنطقة، وانتشرت قوى من الجيش اللبناني على طول الطريق المؤدية من الرنج إلى الصيفي. هذا كل شيء. إلى صيدا الآن مع رئيف الملاح. عاد الوضع إلى طبيعته في مدينة صيدا بعد التحركات الاحتجاجية التي شهدتها شوارع المدينة ليلا وإقفال بعض الطرقات الداخلية الفرعية في المدينة وشركها، إلا أن الجيش أعاد فتحها فجرا. كما نفذت وقفات احتجاجية أمام مصرف لبنان وفروع المصارف في المدينة تضامنا مع المتظاهرين في بيروت. وقام المتظاهرون في صيدا برشق مبنى مصرف لبنان بالحجارة وأشعلوا النيران على ارتفة بعض المصارف ورددوا هتافات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامي وضد المسؤولين في السلطة، هاتفين يا بيروت صيدا معك للموت. ومنذ الصباح الباكر يسير الجيش اللبناني دوريات له في مختلف شوارع مدينة صيدا. وعلمت صوت لبنان أن الجيش طلب من المتظاهرين في ساحة إلية فجر اليوم بإزالة الخيمة المنصوبة في وسط الساحة بهدف فتح الطريق باتجاهاتها الأربعة، إلا أن المتظاهرين رفضوا إزالة الخيمة مؤكدين على الاستمرار بتحركاتهم حتى رحيل هذه الطبقة السياسية الفاسدة. وأعلنت بعض المدارس الرسمية والخاصة في صيدا عن إقفال أبوابها اليوم. إلى ذلك لا تزال الطريق التي تربط الجي بصيدا مقطوعة بعد قيام المتظاهرين بإقفالها ليل أمس بالسواتر الترابية والحجارة تضامنا مع المتظاهرين في بيروت. من صيدا رئيف الملاح، صوت لبنان. في المواقف استغرب الرئيس سعد الحريري الكلام عن تصريف الأعمال مشددا على أن الأساس هو تشكيل حكومة جديدة، وقال هناك الرئيس المكلف حسان دياب الذي لديه مهمة تشكيل حكومة مع من أسموه لهذه المهمة، فليشكل الحكومة مع فخامة الرئيس ونقطع السطر، وإذا كان هناك مكان قصرت فيه بتصريف الأعمال فليخبروني أين هو. وأكد الحريري أنه سيجتمع قريبا بالرئيس نبيه بري ويتفق معه على موضوع مناقشة الموازنة أو تشريع الضرورة. تكتل لبنان القوي اجتمع برئاسة وزير جبران باسيل الذي تراجع عن موقف سبق ولوح به بعدم المشاركة في الحكومة، وطالب الرئيس المكلف بالتأليف لا أن يضع التكليف في جيبه، ويقول إنه لا يمكن لأحد أن ينتزعه منه، فالناس يمكن أن تنتزعه وكذلك حجب الثقة في المجلس، ولذلك من الواجب أن نذهب إلى صيغة ونشكل الحكومة في أسرع وقت. عايشين بظل وضع في حكومة تصريف أعمال مش عم بتقوم، رئيسها وبعض وزرائها بواجباتهم صار تعطيل للأعمال مش تصريف للأعمال، وكل كلام تاني عن عدد وحصص ونسب بالحكومة وتلت وغيره هيدا منه صحيح، وهيدا افترى وهيدا تشويه للواقع. ما اخترنا ولا اسم ولا لح نختار من التيار الوطني الحر أو قريبة من التيار الوطني الحر. النائب السابق فارس سعيد توقع تضافر الجهود بتنسيق من حزب الله بما يسمح للرئيس المكلف بتأليف الحكومة بعد مرحلة من الاعتكاف كادت أن تودي بدياب إلى الاعتذار، وقال لإذاعتنا: أنا بعتقد أن الظروف الإقليمية التي ضغطت بعد مقتل قاسم سليماني أدت إلى أن حزب الله يسهل عملية تشكيل حكومة حسان دياب، بدليل الاجتماع اللي حصل مبارح بين جبران باسيل مع حفص الألقاب ونبيه بري. كلنا بنعرف يعني قديش في توتر بين الرجلين، وهذا الاجتماع لم يحصل إلا بضغط من حزب الله، لأنه الحزب يريد تسهيل عملية تشكيل هذه الحكومة. ورفض سعيد استنادا إلى الطائف بناء الجمهورية الثانية على أساس امتيازات تعطى لطائفة على حساب طوائف، مطالبا بالمواطنة. الرئيس عون يتكلم من موقعه وهو يكتشف يوما بعد يوم بأنه شاهد زور على عملية بناء الدولة. الذي يبني الدولة اليوم بشكل حقيقي وبشكل واضح هو حزب الله، وهذه الدولة هي دولة تبنى بالتعاون مع الرئيس عون، إنما على قياس طائفة مميزة. اتفاق الطائف أنهى التمييز للطوائف، أنهى تمييز الطائفة المسيحية والموارنة بالتحديد خلال الجمهورية الأولى. تعاون رئيس الجمهورية مع حزب الله بشكل أنه هذا التعاون ليس تعاون لمصلحة لبنان، إنما هو تعاون لمصلحة حزب الله، أدى إلى أنه كل إنجازات بناء الدولة بلبنان منذ 100 عام حتى اليوم، السجل العقاري، سجل النفوس، القطاع المصرفي، الاقتصاد الحر، العلاقة مع العالم العربي، العلاقة مع الخارج، الكهرباء، المي، المستشفى، الجامعة، كل هذه المؤشرات تتراجع ب
بعهد الرئيس ميشيل عون، وتبنى دولة بالتعاون مع الرئيس ميشيل عون على قياس طائفي مميز. لا نريد الانتقال من طائفة كانت مميزة قبل الحرب إلى طائفة أخرى بعد الحرب، هذا يفسد الشراكة الوطنية. سعيد دعا إلى مراجعة النظام السياسي. نحن نكون للرئيس عون احترام وهناك له شعبية واسعة في الوسط المسيحي، إنما السؤال المطروح هل بقاء الرئيس عون في سدة رئاسة الجمهورية يؤمن المواطن المميز في لبنان؟ إذا لا، يجب أن نعيد النظر بكل هذه التركيب السياسي، بدءا بالمطالبة بسلطة بديلة. هل بقاء رئيس الجمهورية يفيد بناء الدولة؟ وإذا كان الخيار بين الدولة والرئيس، نحن كموارنة وكمسيحيين وكلبنانيين نختار الدولة وليس الرئيس. عاد الرئيس سعد الحريري إلى بيروت وترأس اجتماع كتلة المستقبل النيابية التي شددت على أن الحاجة ملحة لتأليف الحكومة ولا يصح العودة إلى تصريف الأعمال إلى ما لا نهاية. وقالت الكتلة في بيانها إن التخبط القائم حول ولادة الحكومة يضع المسؤولية كاملة على عاتق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. بيان المستقبل تلته النائب رولا الطبش. تعتبر الكتلة أن الأولوية يجب أن تتركز على تأمين ولادة الحكومة بأسرع وقت، والتوقف عن الدوران في حلقات المحاصصات الوزارية وما يترتب عليها من إخفاقات يدفع ثمنها المواطن اللبناني من استقراره الاجتماعي ومستوى معيشته. وتستغرب الكتلة ألا تكون الكتل النيابية التي أجمعت على تسمية الدكتور حسان دياب لتأليف الحكومة قادرة على التوصل إلى تشكيلة وزارية تنهي مسلسل المراوحة. رئيس الجمهورية ميشيل عون قدم للسلك الدبلوماسي شرحا للأزمة الراهنة، معتبرا أن عوامل عدة خارجية وداخلية تضافرت لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان، وأشار إلى أن تشكيل الحكومة يتطلب اختيار أشخاص جديرين يستحقون ثقة الناس والمجلس النيابي، ولفت إلى مؤشرات إيجابية متوقعة مع بدء لبنان أعمال التنقيب عن ثرواته الطبيعية في مياهه الإقليمية. واعترف عون بإخفاق محاولاته لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي ومسألة الفساد. بذلت جهودا كبيرة للمعالجات الاقتصادية ولكنها لم تأتي بكل النتائج المأمولة. لقد كانت ولادة الحكومة منتظرة خلال الأسبوع الماضي، ولكن بعض العراقيل حالت دون ذلك. فالمطلوب حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة، وسنبقى نبذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى الحكومة الموعودة. في لجنة الاقتصاد النيابية أمس كان الضيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، الذي حمل المسؤولية للأزمات السياسية وللخوف الذي أدى إلى انخفاض الودائع بقيمة 10 مليارات دولار ما بين إيلول ونهاية كانون الأول من العام الماضي. رئيس اللجنة نعمة فريم طرح على سلامي إشكاليتين، الأولى حول كيفية المحافظة على أموال صغار المودعين، والثانية كيفية تأمين الأموال لتسديد استحقاقات عام 2020. وجاءت إجابات سلامي على الشكل التالي: أولا، إن 1,800,000 مودع من أصل 2,200,000، أي ما نسبته 85% من الودائع تقل قيمتها عن 75 مليون ليرة، ورفع الضمانة من 5 ملايين إلى 75 مليون ليرة كفيلة بهذه الحماية، وإن الملاءة لتغطية هذه المبالغ متوفرة، كما أن زيادة رسميل المصارف بنسبة 20% تشكل ضمانة إضافية. ثانيا، إن ديون الدولة لعام 2020 تبلغ 15 مليار دولار، يضاف إليها نحو 4.5 مليار دولار كعجز متوقع في الموازنة الجديدة، ما يحتم على المصارف استبدال سندات الدين بأخرى لأجال أطول وبفائدة أقل. ثالثا، اقترح الحاكم استحداث ضريبة على الثروة ما بين 1 و2%. رابعا، طرح اقتراح بإمكانية تولي حاكمية مصرف لبنان وضع خطة بموجب قانون خاص بالطوارئ الاقتصادية لتمديد مهل تسديد السندات المتوجبة على المواطنين بسبب صرف الموظفين أو الحسم من أجورهم. سلامي أوضح أنه اجتمع مع وفد من الصيارفة وطلب منهم التهدئة وتوحيد سعر الصرف
صرف الليرة بقيمة 2000 ليرة مقابل الدولار، موضحا أنه لا يحق له قانونا الحد من مضارباتهم على العملة، بل تقتصر صلاحياته على أقفال محال الصيرفة فقط. النائب نعمة فريم توقع مزيدا من الشح في السيولة لدى المصارف، وقال: كنا طوال 15 سنة نمول وحشا اسمه عجز الموازنة من أموال المودعين، واليوم على الجميع ولاسيما الذين استفادوا أن يتحملوا جزءا من المسؤولية، ورأى أن الحل يبدأ بتأليف الحكومة وبتنفيذ خطة مالية استثنائية بموازاة خطة خمسية اقتصادية لتصفير العجز في خلال 5 سنوات. وفي السياق تشير المعلومات إلى أن المصارف استدانت من مصرف لبنان نحو 5 مليارات دولار بفائدة 20%، وبدلا من استخدامها لتلبية طلبات المودعين جرى توظيفها مع الصرافين في عمليات مضاربة على الليرة، ما أدى إلى تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار بنسبة 40%. ماليا، تراجع سعر الدولار في السوق الرديفة أكثر من 300 ليرة وسط توقعات بأن يستمر تراجعه اليوم إلى حدود 2000 ليرة. جمعية المصارف أعلنت أن اليوم هو يوم عمل عادي، في وقت ترك وزير التربية الأمر لمدراء المدارس لتقدير الموقف. جوردن هندرسون أفضل لاعب إنجليزي بعد هذا الفاصل. في منشط المساء ليوم الأربعاء: هل يسقط دياب بضربات الشارع الترجيحية بعدما رسب في امتحان الدخول إلى نادي أهل السلطة؟ وهل التصريف بديل التأليف؟ وكيف السبيل إلى تحرير لبنان من ثلاثية المال والسلطة والسلاح؟ الجواب في منشط المساء مع رئيس تحرير الأخبار في الـLBCI جانف غالي. منشط المساء بعد نشرة 5:15، إعداد وتقديم ريتا أسعد. أغارت الطائرات الإسرائيلية على قاعدة التيفور الجوية في حمص، وأعلن الجيش السوري أن الخسائر مادية. رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة أن يكون لشعوب المنطقة عزم وإصرار على إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقد عدم تنفيذ الأوروبيين التزاماتهم في إطار الاتفاق النووي، ولفت إلى أن تفعيل الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وبريطانيا وفرنسا آلية فض النزاع النووي لا أساس له قانونيا، وهو خطأ استراتيجي سياسي. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قد تفرض عقوبات على العراق في حال قرر شراء أنظمة S-400 الروسية للدفاع الجوي. إلى ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن ستقطع مساعدات عسكرية بقيمة 250 مليون دولار للعراق إذا عمل على إخراج القوات الأمريكية. في صفحة الرياضة، حصل نجم نادي ليفربول جوردن هندرسون على جائزة أفضل لاعب إنجليزي للعام 2019، متفوقا على جناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج ومهاجم توتنهام هاري كين. مدرب نادي جوفنتوس موريسيو ساري أشار إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو عاد إلى مستواه بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، لكن مشاركته في المباراة المقبلة لم تحسم بعد، وذلك قبل مواجهة أودينزي اليوم بالدور 16 لكأس إيطاليا. هذا وتأهل نادي لاتسيو إلى دور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على ضيفه كريمونيزي برباعية نظيفة. وفي الرياضة أيضا، اتهم لاعب كرة القدم التركي الأسطوري في كأس العالم للعام 2002 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنكرانه ومصادرة أمواله وتحويله من لاعب متفوق إلى سائق سيارة أجرة في نيويورك. رياضيا أيضا، انسحبت نجمة التنس الروسية ماريا شاربوفا المصنفة أولى عالميا سابقا من مباراة استعراضية في إحدى ضواحي مدينة ملبورن الأسترالية بسبب الدخان المتصاعد من الحرائق التي ضربت شرق البلاد. وإلى صفحة الأحوال الجوية. الجو اليوم غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، وستنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر.
كان في النشرة يوم الغضب شغل المحركات السياسية. بري استقبل باسيل ودياب يستعد لزيارة عون. حزب الله يريد تسهيل عملية تشكيل هذه الحكومة. الحريري دعا دياب ومن أسموه إلى تشكيل الحكومة. سلامي اقترح ضريبة على الثروة وطلب من الصيارفة تحديد سعر الدولار ب2000 ليرة. وكان في النشرة جولة مع مندوبين على المناطق. النشرة انتهت، نشكر لكم متابعتكم.